مش قد كده، هذا راجل يكون بيصير يدير هذا. السلام عليكم. خوتي بغيت نمثل لكم علال. خوتي السلام عليكم ورحمة الله، معكم مصطفى السملالي الملقب بعلال. أنا كي عندي، قولي كي عندي. لا هيدا هو علمني. هو قال لي كيف نعمل. حد من التلميذ ديالك. بغيت نولي مصطفى السملالي شخصية. كي نعمل. ووضح لي. تعلمني بنت المدرسة ديالي. السلام عليكم ورحمة الله أخوتي المغاربة داخل المغرب وخارج المغرب. السلام عليكم ورحمة الله، تحياتي لخوتي المغاربة داخل أرض المغرب وخارج أرض المغرب. مرحبا الجمهور ديالنا. أنا سي مصطفى. أبو حفصة كنت كنسمع الفيديوهات ديالو، ولكن قبل كاع ما نكون معانا كاين شي وحدين كيهضروا كيقول لك واخا هكاك كيهضر، ولكن كيجي حتى الآخر وكيعورها، ما كيعرفش يهضر، كيخسر شي كلمات. ولكن أنا بالرجولة محدي معاك، أنا غنقريك، أنا غنفهمك كيفاش يولي عندك الحوار ديال الهضرة. رميز يولي عندك الرميز ديال الهضرة بحال هكا. قلت لي خصك لو تلوح شي فيديو، ماشي تبقى هكا تهضر عطرطر بلا 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 بلا. كاين ناس ما غادي يستافدوا منه والو. خصك لو تقول شي كلمة تكون في المحددة ديالها باش يسمعها بنادم، يعرف ديك الكلمة راه ساوية. سالي شوف هذا المنظر، شوف خلي هذا الشيء ابار. دابا ما عليناش، دابا انا وياك كندورو حنا في مدينة القصر، هانتوما كما تشوفوا الدروب هنا مدينة القصر. شوفكم مساجية صاحبي. دابا ما علينا شيء، كيقولوا راه مشدود، راه مشدود. هو ما مشدود ما والو، انا وياك حنا كندورو بروسنا عريانين. الله اكبر. علاش ما يتشداش داير؟ ما دير حتى شي حاجة. وزيدون ما نكذبش عليكم، تا هو راه صحيح، تا هو راه شبيره ودرويش وداخل فوق راسو. ولكن لا دار به شي واحد واحتقرو، راه قال لك بنادم كيموت على ولادو على بلادو على كرامو. هو درويش داخل فوق راسو، ولكن لا دار به شي واحد راه ينفض ليه الباش. ودابا ما علينا شيء، ومغير هاد الهضره كامله راه تناقرت انا ويا هاد الايامات، كنت تسابوني على شي حاجه ماشي هي هذيك. واش قال لي؟ قال لي راه انا نهزك ونهرب بك، هو قال لي انا، قال لي راه نهزك انا نهرب بك. دابا تفضحنا دابا. خلاك نهضر مع الناس. قلت لي انا، قلت لي انت تهزني تهرب بيا. وشويه ومني كعاني طلع لي الدم، قلت لي هايدي هي نسرح عليك هايا، قلت لي بيديك بلوش ولا شنيتيها. ما نقدرش اخي علال. قلت لي اذا شنيتيها نهرسها نقطعها. نحضر الجمهور ما نقدرش اخي علال. قلت لي علاش؟ ما نقدرش. علال زعما احتقرني، قال راسو راه صحيح راه كبيره، ورطني انا بحال شي فراشه، بحال زعما شبناها حاد راسي، قال راه عيار راه مسخسخ راه مدقدق. وشو على القدام؟ شوف تكتب على صغير القدام يا هادي كتبينك هاد البدله، كتبينك اصاحبي. شوف سبحان الله. شوف عليك كان باش هو الكاميرا كامله وتكتب قدامك بحال الفريه. شوف على واخا كاين عدي، انا كاين عليك والله انت كاين عليك بالله. المهم ما علينا شي، مني طلع لي الدم في هيدي الا ثنيتي قلت لي نقطعها، وما غير هادشي كامل قلت لي نديروا لي الليغا ديال البوكس الروند الاول في لوحني ولا لوحك. بقى كيشوف فيا وما علينا شو، قلت ليه عاوتاني كثيرا فيا ما ندير انا وياك البوكس هنا وسط هاد المدينه قدام هاد الجمهور، تلوحني ولا نلوحك. ولكن قلت ليه علاش انا ثقه في النفس اللوح الروند الاول، ولكن علاش؟ قلت انا واكل الطعام ديالك كنحشم منك، ما نقدرش ندير معاك البوكس نضربك بحال ما كان وجهك. قلت لا، قلت انا ماشي ولد الحرام. علاش انا كون ما كنتش ولد الحرام هو باغي يتحداني، نتحدى انا ما نكذبش عليكم. كي غنعمل ليه وكيتحابني شي دمدوم انا من قال لي راه نهزك الرابعه، كي غندير لي البوكس لا غتقاد معانا، كي غندير لي حدي غنتقاردا معاه بحال ما غنطلق لي هذه خاويه صافي. طلق لي يدي بلا ما نعاودك من الروند الاول، الروند الاول لوحو. شو مالك؟ ولكن علاش؟ قلت لي انا واخا ندير معاك البوكس، قلت لي ما نطيش معاك، ما نديرش معاك الليغا. علاش؟ قلت لي انا مشارك معاك الطعام في دارك، ودابا ما نديرش معاك الليغا. خينا من الطعام وخينا ماشي دابا، حنا فين حنا دابا؟ حنا دابا شوف شنو هادي؟ هادي الكوميسيريا. وقولها له. احنا دابا حدا الكوميسيريا. قولها له. دور لي نشوف صافي. صافي الله. يا خالد. دابا انا حنا حدا الكوميسيريا كتقولوا راه. شورشي. راه شورشي راه كيقلبوا عليه، هاد الهضره انا سمعتها منك في الرباط. قال لي صاحبك راه كيقلبوا عليه، راه ما عرف الدار شي واحد بشافرة ولا ما عرف. وهو حدا الكوميسيريا براسو عريان. واش عندكم الخاوة؟ اش عندكم؟ احي شي هذوك اللي كيهضروا بنادم، هذا تشد هذا دار هذا فعل هذا ترك، هذوك راه محسادين وتباعه بالرجوله. فهم شي واخا علال؟ علاش فيها يمشيو دابا؟ علاش بغى يهضر؟ خصو باش يطلع اللايف ديالو باش يجيب المشاهده. علال فيها يمشيو دابا؟ فيها يمشيو. حنا دابا ما علاش كنقولوا حنا المعقول، واحد السيد واحد المحسن صيبت شي بركه لينا اليوم شديناها ديالي، انا جاتني انا بلاكارت ديالي صيبت لنا شي لعيبه
ورا غنمشي ونتغداو منا انا وياه برا وجوله غنتغداو منا. شكون يخلص دابا؟ شكون يخلص؟ انا اللي غنخلص. انا نخلص. لا والله ما تخلص، انا اللي غنخلص. والمهم لاحظت 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 راح نرجل دقيقه بواحد واحد. نعم كمل. راح نرجل وبقى مقاد راه وادك ما بقاش مقاد راه في راسي كلهم الميساجات. تقول لهم خليني نهضر الخاوه. تقول لهم بغا يتعبس معايا غير ما نقول لهم ما كنضحكوا. سالينا من داك الشيء. ولا يقول لك هادو ها هو هذاك. ولا ابراهيم وانا وياه قال لك صاحبك اللي بيتعاشروا طايب حتى ويا وما تخليهم ما ديروا لك راكم 20. اوكي علاش عطيتني اللي بيد لديك اللي لبسها؟ هادي ماشي انا اللي عطيتها لك، انت اللي لبستيها عجباتك. ولكن عطيتيها لي لا لا انا كنعطيها. قلت انت حتى واحد ما عطيها له. دابا فهمني دابا حنا مريحين في القهوه وحاطه انا دي بكوتي منين بغا ينوض لبسها قال لي جاتني واعره هذيك اللي خود لبس مع راسك علاش واخا هو لابسها بحال خويا عاديه فهمتيني. الله اكبر بحال خويا. الله يحفظك اخي علاش. قال لك الرجوله من الطفوله. والله يقتلنا مع الرجال ماشي مع قشور الدنجال. دابا كيفاش قالوا الحبس من الحبس زيد وضح لنا شويه. ما يبراني قلت لك ما مشدود ولا حتى شي حاجه ما شورشي ما متبوع حتى شي حاجه بالرجوله. مولا وليدات خدام على وليداته على زمان ولا حياته. قال لهم عز عليه يدبر على راسو، عزيز عليه يدبر على راسو. المهم هو حوفر. انا ماشي هو اللي غايقول لي اش تقول لي، انا اللي كنقول لكم انا اللي كنقري. هذا خال بالرجوله هو حوفر كيحوفر على وليداته وعدو بنيه ومدام ديالو الله يخليهم ليه. حيت علاش شي واحد كيقول لك انا كنقول لك باش تقول. اش عدو ما يقول انا ما نكذبش عليكم انا مخرج عرفتي بحالاش مخرج انا وعار من الصحافه وعار من اي واحد. علاش؟ انا واخا ما قاريش عطاني الله واحد العقليه. عطاني الله واحد العقليه ما نكذبش عليك انا كنهضر شي كلمات كاينين. حنا شحال كيقولوا راه كيهضر بلا 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 علاش كان علاش هذيك ديال بلا بلا راه كيعيني بلي مني كيكون معايا انا كنهضر انا ويا على واحد الحوار كنسجلوا لقدام ويردك الحوار اخر كيولي كيرجع اللور كما كتسجلوا لقدام هو كيرجع اللور ولا كالفيديوهات اللي درتهم بوحدي كنصيفط الميساجات ناضين بالرجوله. المهم هو كما قلت لكم حضرت شي حاجه ما وقع لي راه بلا هو راه تبع راه بلا ما نقول لكم كل هو بحال نيت انا كل واش كيقول واحد يقول لك علال هذاك راه حماق واحد لا راه ما عندوش العقل علال واحد ليله كنا نلعب في البيس وكنقول لك علال مسطي وانت كطقطق كطقطق بالضحك كنقول له علال انت كنتكلم معايا في واحد الموضوع زوين وكنستافد منه كنقول له علال انت مسطي وكيدير هذاك باخ 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 كيموت الله تلات بحال وحدايا قوت الضحك علاش بقى كيضحك علاش قال الهضره عندي كاينه ما نكذبش عليه قال لي انت مني تامن بقيت كنهضر هو كيضحك قال لي انت كاين عندك ما تقول انا علاش ما نكذبش عليكم انا درويش واخا شوف بنادم ها حاضر راسي راه ماشي دمدومه ولكن هادشي شنو اللي داروا لي انا حنت كيقول لك الزلاط كيهبل بنادم الزلاط كيهبل وجيبته هو الا كان خاوي راه كيكون مولاه كيحمق وكيسطي ماشي كيحمق وكيسطي وانا بالرجوله ما نكذبش عليكم انا التراب ديال الرجال والبلافو ديال المساطين شكون هما المساطين اللي كيحتقروا عباد الله اللي كيتم غادي في الشارع مساوي هو والو كيبدا يعيق على الناس ويتصور على الناس ما كيديرش المشي ديال الرجال كيمشي المشي ديال العائلات ما نكذبش عليكم هذاك انا الروفيكس ديالهم بالرجوله انا اللي كنهضر معكم ما نكذبش عليكم زيد في 68 انا با عندي جوج عيالات مني ولدتني امي با انا معمر امي كساتني ولا با كساني انا من صغري وانا هز راسي كنكسي راسي انا من صغري للآل دابا كنكسي راسي انا امي دابا راه مطلقه با تقريبا اكثر من 46 عام باش مطلقه امي احنا اربعه الذكوره خمسه احنا خمسه الرجال هادو من امي وثلاثه الدريات خواتاتي ثلاثه الدريات خواتاتي مجوجات وحنا خمسه الرجال دابا امي مسكينه راه نعم علينا الله واحد السيد مسكين مخزني عطا امي الدار الحمد لله راه وتعاونوا معنا الناس امي راه بنات الدار وراه عايشه بخير امي راه عندها دارها بار عدو تاول المحل ديالو امي ما نكذبش با ما نكذبش عليكم الدار اللي عدو ديالنا حنا المراه اللي مجوج بها بركت على الوالد ديالي داكشي ديال اللي يقوت والروزينه تلغج ليه وتشربوا في الماء ما ديك ما كيدي ما كيجيب بحال كيما كنقولوا لنا حنا ديك البرا البيكوري اللي كيدقوا في الحبس بنادم دوك الصحاح ولوك اللي كيغوتوا باش بنادم كيوليها كيشوفها قدامه مخرج نسالو دابا الوالد عدي حماق مسكين ما نكذبش عليكم واخا تكون تا ولدو مريح حدا وتقول لي شكون هذا ما يعرفكش علاش هذيك المراه دوخت ليه العقل ديالو علاش دوخت ليه العقل ديالو داته وكتبت الدار على الاسم ديالها وسينا ليها واش فهمتوا الدار ديالنا حنا قبل ما يتزوج بها الدار ديالنا حنا وهي اللي تجو من هذيك المراه من طلق بامي
دوخت باب القرقوبي ودوخته بالروزينة والأحمق داتو سينانا للوراق دار في الاسم ديالها. وانا مني كنت ديع بلاد الناس مني مشيت وعاودوا لي الدار هادشي وهادشي كدا. الوالد اش قال؟ اش قال لامي مني صحى مسكين من عقل؟ واش قال ليها؟ قال لها انا ما عقلتش على راسي كيفاش تسينيت لها الدار في الاسم ديالها. انا قال لها ما عقلتش، ما كنتش بالخاطر ديالي. وانا مني كنت ديع كنجول بلاد الناس ومني جيت لدارنا وعاودوا لي هادشي، هي ولادها قباح عندها كل واحد قطع مكوزها كل واحد قداش. وانا كان ما نكذبش عليكم، انا خوتي كلهم دراوش، وهذاك ولد هذاك اللي كيحسب راسو راه شبيره ولا مصلب انا نعيط عليه. مريح في القهوه انا وياه، قلت لي داكشي اللي دارت امك راه ماشي طارج ليا. وقلت له لك الفعيل اللي دارت امك، قلت له انا راه راجل، قلت له زايدون واخا يموت با واخا يموت با، حنا قلت له راه ما نتبعوكمش في هذيك الدار، حنا راه عندنا دارنا وما نتبعوكمش. قلت له في هذيك الدار انتم راكم محسوبين خوتنا، ما نتبعوكم حتى شي حاجه. ولكن قلت لي الفعيل اللي دارت امك راه ماشي فعيل هادي بالرجوله. شكرا خي علال. انا مكبر راسي وراجل وكاين انا. وتحيه للاخوان اللي كيساهموا مع خي علال، وتهلاو لنا في علال. تبارك الله عليكم اخوتي، الله يجزيكم بخير. شكرا. واحد القضيه ما كيقولوش راه كاين عتب الزناقي ولا كذا، علاش؟ معزز مكرم. علاش؟ خلقنا من التراب رجعوا للتراب. قال لك داك هذا وضع منك خي علال. قال لك بات كلب الصباح صباح سبع، ياك واخا يقولوا كاع راه كنبات انا في الزنقه. باشو تبارك الله كي داير انت حظ. شتني اخي تل تحت من تحت من الصفوات تل تحت. يلا اش عندك اللي عنده؟ شوفني كي داير عنده عده. السلام عليكم ورحمه الله. كلب الصباح صباح سبع. تحيه الاصدقاء اللي تهلاونا في خي علال، جزاكم الله خير، مع السلامه. شكرا 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 للرجوله. قال لك اللي جاد جاد عمرو بالخطاب، واللي جاد جاد من الجواد. السلام عليكم اخوتي، تهلاو تهلاو. علال ناشط، علال راه كامل في حفظكم. شكرا الله يعزك. شكرا الله يحفظك. علال راه كامل في العقليه ديالو، مابقاوش نشيو. تبارك الله الاخوه اللي كيقولوا لنا كلام زوين وكيساهموا معنا وكي فهمتي كيزو يشجعونا وهذه. تبارك الله عليكم. السلام عليكم، بلا ما نطولوا عليهم. علال السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بغينا اللي يلوح شي فيديوهات.